هل سئمت من جهازك القديم؟ آه. بينقل في 20 سنة؟ 50 سنة. ما يعرفش حاجة عن الرندرة؟ أبداً، ما يعرفش أي حاجة. هو جهازك موديل كام؟ 2013. طب عاوز جهاز 2020؟ يا ريت. قلت لي شاشتك مقاسها كام؟ 21.5. مش عاوز شاشة 27؟ أي هوب. البروسيسور بيكح تراب؟ فشخ. إذن تخلص من جهازك القديم الآن وخد جهاز من آي أبل. تخلص من أم. خد جهاز 27-2020 من آي أبل. ازيكم واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات الانبوكسنج. النهارده بعمل انبوكسنج لجهازي الجديد الاي ماك 2020. عايز اقول لكم ان انا بقالي تقريبا 5 سنين بستخدم جهاز 2013، اي ماك 2013، والنهارده قررت ان انا اشتري اي ماك 27 انش 2020. احنا دخلنا في 21، بس يعني فكره ان انا اجيب 2020 ده كان في حد ذاته حلو. بنشكر في الاول شركه اي ابل اللي انا دايما بتعامل معاها في اجهزتي الابل. يمكن انا بتعامل في الاي ماك والماك برو والماك بوك، كل الحاجات اللي علاقه بابل بشتريها من اي ابل. شكرا جزيلا ليكم. عندهم على فكره حاجات جديده وحاجات مستعمله، وده مش اعلان مدفوع والله، انا بس عشان انا فعلا بتعامل معاهم وتعاملهم كويس. خلينا نبدا نعمل انبوكسنج واسمعكم اصوات الستيكرز بتاعه الجهاز وهي بتتشال عشان نشوف ايه اللي جوه البوكس بتاع الاي ماك. يلا بينا هنبدا. بصوا يعني حاجات كلها سنس. طبعا الموضوع ما ينفعش فيه نايف ولا ينفع فيه اي حاجه من الحاجات دي، فخلينا كده ايه. طبعا الموضوع هنا حاجة بتتفتح بالشياكة، الحاجة بتتفتح بأناقة. هنطلع بقى الجهاز. طبعا خلي بالكم دايما وانتم بتطلعوا حاجة زي كده عشان هو مش رخيص. موضوع كبير كبير كبير. حد يساعدنا يا اخوان. شد 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 شد. ايوة بس كده. هذا هو. من اول لما ظهرت فكره الاي ماك وفكره ان الجهاز والشاشه وكل الحاجه تبقى في بادي واحد بس، وتقدر ان انت توصله بفيشه واحده بس بالكهرباء، انا عن نفسي بستخدم الاي ماك. يعني يمكن انا اخر كيسه وشاشه استخدمتهم مثلا في سنه 2012 2013. بعد كده يا اما بستخدم لابتوب ماك بوك برو، يا اما بستخدم اي ماك لو انا عايز اشتغل على ديسكتوب. وده كان حاجه رياديه لابل عملتها من اول لما بدات. وعلى فكره في شركات دلوقتي بدات انها تخش في الجزء ده ويعملوا فكره ان هو ديسكتوب بس الجهاز والسي بي يو كل حاجه موجوده في الشاشه، وده عشان يوفر مكان ويوفر كمان كهرباء، استهلاك للكهرباء، واسرع بشكل كبير. طبعا هنا لو فتحنا هنلاقي الحاجات العاديه اللي بتيجي، الكيبورد والماوس. بصوا كده الكيبورد، بص الدنيا هنا جامده قوي. بصوا كده الكيبورد، اسمع كده اسمع كده اسمع كده تاني. مش لازم تسمع، مش لازم تسمع. اهي اهي الكيبورد اهي يا جدعان اهي. خلاص دي الكيبورد اللي بتتشحن من ابل، اللي هي 2، وفي منها نسخه اللي هي بيبقى فيها الارقام، بس انا مش بحتاج الارقام. وده الماجيك ماوس 2 برضو. الماجيك ماوس 1 كان بيشتغل ببطاريات، وهم نزلوا الماجيك ماوس 2 اللي بيشتغل عن طريق ان هو يتشحن يو اس بي عادي زي الشاحن بتاع اللايتنج بتاع الايفون. وده عن نفسي حاجه احسن بكتير جدا، ان انا كنت بغير بطاريات واجيب لها بقى تشارجر وبتاع وهكذا. ففكره جميله، وهي نازله من فتره يعني، هي لسه مش حاجه جديده يعني. ايه احلى حاجه بقى بقلبها في الموضوع ده وبتفيدني؟ الكابل. طبعا بما اني بضيع الكابل، والكابل بتاعي بيبوظ بتاع الموبايل، فانا بستخدم ده للموبايل. وطبعا الناس اللي بتحب تشتري الاي ماك او اي حاجه من ابل عشان ايه؟ عشان ايه؟ نعرفكم عشان الستيكر.
ستيكر خد ده اهو الستيكر بتاع ابل لو انت عايز تنزله على اي حاجه. طبعا ناس محترمه جدا جابلنا منديل صغير كده عشان انضف بيه الشاشه لان هو شاشه الجهاز كله عباره عن شاشه. تعال بقى نبص للوحش واكلمكم عن المواصفات اللي احنا عاملين لها كونفيجريشن. هو معمول له كونفيجريشن مخصوص. طبعا ابل من الناس او من الشركات اللي هي بتقدر ان انت تكونفيجر الجهاز بتاعك وتشتريه على حسب الاحتياجات بتاعتك يعني. هو في الحقيقه مش انا اللي عامل له كونفيجريشن، هم اي ابل هم اللي عاملين له كونفيجريشن، بس انا لقيته اعلى حتى من الاجهزه اللي موجوده في السوق او اللي بتوفرها ابل كستاندرد يعني. الجهاز ده هو 3.8i7 8 كور. بصوا كده 3.8i7 8 كور 2020. ده ال 10th generation، ده الاصدار العاشر من الاجهزة. وعادة انت لما بتشتري جهاز 2020 انا شايف ان هو ممكن يقعد معايا لغاية مثلا ان شاء الله يعني ربنا يدينا ويديك طول العمر 2025 2026، لان هي دايما اجهزة ابل بتبقى سابقة يعني. الرامات الستاندرد بتنزل 8 جيجا، انا خليتها 64 جيجا، ده عشان الاستخدام بتاعي سواء في الاديتنج او في المونتاج. ايه تاني؟ الهارد ديسك بينزل عادة 512 SSD. طبعا ابل كانت بتنزل زمان ال HDD العادي وبعد كده نزلوا HDD و SSD وبعد كده نزلوا الفيوجن، عملوا هارد كده او الفيوجن نزل الاول. الفيوجن ده كان هارد واحد عبارة عن ميكس ما بين سرعة ال SSD وال HDD، واظن ان هو فشل يعني مش عارف ما بقوش ينزلوه تاني. وبدأ كل حاجة دلوقتي انها تتحول ل SSD، وطبعا ال SSD اسرع تقريبا 10 مرات من ال HDD، وده بيخلي الجهاز اللي انت جابه 3.8 i7 ورماته 64 وهارد بتاعه SSD ان هو يبقى اسرع بكتير من نظيره اللي هو بيستخدم HDD او بيستخدم بروسيسورات اقل. خلينا نفتح كده نشيل ال نعمل كده اهو. بص هنا الله اكبر عليك. سامع؟ بص بس بص اسمع كده من غير ما نوقع البتاع. وسقطت العباءة. هذا هو الجهاز. طبعا مفيش فرق ما بينه وبين اي جهاز تاني اي ماك 27 من اول 2013 من ساعه ما بداوا ان هم يصنعوه، ولكن تلاقوا بقى السبيكس الداخليه اللي فرقت. وبدات طبعا من 2015 تقريبا بداوا ان هم يضيفوا اليو اس بي تايب سي ورا ويشيلوا الثاندر بولت. كان موجود قبل كده الثاندر بولت موجود في الجهاز من ورا هنا اهو، ولكن هو لسه بيجي بمدخلين تايب سي واربع مداخل يو اس بي 3 والكارد ريدر والسماعه وكمان مكان لللان. اوكي تجربه حلوه الصراحه ان انا اعمل ابجريد، وده كان نفسي فيها حاجه نفسي فيها من زمان. واظن ان هو هيفرق معايا جدا في شغل المونتاج لان الشاشه بتاعته كمان ريتنا ديسبلاي و5K، وانا بصور 4K زي ما انتم بتشوفوا على اليوتيوب. الفيديوهات دي كلها 4K، فانت ممكن تنزل تحت ترفع الكواليتي كده عشان تتفرج على ال4K كواليتي. فعشان اشتغل 4K محتاج ان الشاشه بتاعتي نفسها كمان تبقى اعلى من الكواليتي دي عشان اقدر اشوف التفاصيل بالشكل الصحيح. انا كمان معايا الكاميرا الR5 بتصور 8K، فبرضه هنبقى معليين على ال5K بتاعت الجهاز لغايه اما ينزلوا لنا شاشه 8K كده. انا تقريبا قلت لكم اغلبيه السبيكس اللي موجوده في الجهاز. خليني برضو اشيل لكم دي، انا بحب قوي ان انا اشارك معاكم. اسمعوا كده. تمام. بسم الله. الجهاز مغلف يعني كانك بتشتري بسبوسه الموضوع في الجهاز خالص. اوكي الميزه برضو فيه ان هو ابجريدبل للرام ال 21.5 مش ابجريدبل، يعني ما تقدرش ان انت تعمل ابجريد للرام الا لما تكلم ابل نفسهم. وطبعا بيجي معاه اهم ميزه بالنسبه لي ان هو بكابل واحد، جهاز كله كيسه وشاشه وماوس كل حاجه بكابل واحد بس وسماعاته. انتوا عارفين طبعا الناس اللي عندها سماعات لوحدها والكيبورد لوحده والماوس لوحده المواضيع عندهم واسعه جدا. هو بكابل واحد والماوس والكيبورد وايرلس، فبيحفظ مساحه وبيحفظ وجع الدماغ. فبالنسبه لي هي حاجه كويسه جدا. طبعا الناس اللي بتستخدم اي ماك هي فاهمه الكلام ده لان هو من زمان وعندهم الميزه التنافسيه دي. احنا عملنا انبوكسنج للاي ماك ال 5K ريتنا ديسبلاي 2020. ادعوا لنا كده ان شاء الله نعمل لكم انبوكسنج في يوم من الايام للاي ماك برو اللي هو الليفل الاعلى، ليفل الوحش من شركة ابل في الاي ماكس، ان هم منزلين اي ماك برو ده طبعا سعره معدي ال 100,000 جنيه. فيعني يمكن يوم من الايام كده لما الشانل بتاعتنا نوصل لمليون، يعني تنزل تعمل لايك وسبسكرايب بقى وكده، لما توصل لمليون يبقى معانا بقى مليونير مليونير، فنجيب لكم ان شاء الله الاي ماك برو باذن الله. اتمنى اكون شاركتكم بحاجه بسيطه كده اهو، وهي فتح الجهاز الاي ماك الجديد. وسيبوني بقى عشان انا محتاج ان انا انقل لي 3 4 تيرا كده.
تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لسي بي سي تي في على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى الانستجرام عشان تشوفوا الحلقات الجديدة اللي هنعملوك فيها ريفيوز وانبوكسنج، واشوفكم على خير.